أنا أشرف يحيى، أنا أشرف أبو يحيى، زرعت أبو يحيى أزرع فراولة فريش من سنة 2002، وتعاملت مع شركات أوروبية برضو، وبعد 3 سنين مع شركة بلو ستايل، وبنزرعها مثلا في وقت مظبوط في 27 من 27/9 ولحد مثلا تنتهي في شهر 5، وبزرع المشتل بتاعها عندي في المزرعة برضو، ببدأ أزرعه مثلا في أول 5، أنقل في 27/9 في الأرض بعد ما أزرع دي الفراولة، وبنزرعها يعني بنزرع قبل الفريش، بنزرع بلدي من زمان عن الحاج والدي، يعني هي دي شغلتي. وبس.